اعتاد له منا العذب مر بيا الطريق جل ربي لا يشبب المنهي سبته مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نوادر شعبية. يقول سليمان بن شريم، الأبيات اخترناها له في بداية هذه الحلقة: أزيل حالك يا عزيز وأنا أبوك، كان الزمان اللي وطاني توطاك، أنت السراج بحزة الضيق شبوك، ولنتها اللازم حد الربع طفاك، تراه ما ينفعك خالك ولا أبوك إن كان ما تأخذ لزومك بيمناك. عزيز هو ولده، يقول يوصيه عزيز حالك، يقول أنا وطاني من الشقة والتعب الكثير، وإن شاء الله أنه ما يوطاك. عزيز حالك يا عزيز وأنا أبوك، كان الزمان اللي وطاني توطاك، كان جاك مثل ما جاني فأنا أتعزز لحالك. ويقول يضرب مثل، يقول أنت السراج بحزة الضيق شبوك، وإذا انتهى لازم حد الربع طفاك. بعض الناس إذا كان في عندهم رجل بارز أو يستفيدون منه، سواء كان مسؤول أو رجل بارز في الأسرة، تجدهم معاه واقفين معاه دام المصلحة، دام يحصلون مصلحة. لكن إذا انتهت المصلحة حتى ما عاد يجيبون سيرته، نسوه وتركوه. أنت السراج مثل كالسراج الفنارة أو السراج السرج أو الشمعة، دامك أنت تخدمهم هم عندهم أنك والع وبارز، لكن إذا انتهى لازمك طفوك وانتهى. أنت السراج بحزة الضيق شبوك، وإذا انتهى لازم حد الربع طفاك، وتراه ما ينفعك خالك ولا أبوك إن كان ما تأخذ لزومك بماك. يوصي أنك اعتمد على نفسك، لا تعتمد على الناس. أنا اعتمدت على الناس باقي هذا يعطيني وذاك يعطيني وتأخذ من هذا، فبتضيع. على الإنسان أن يعتمد على نفسه. هذه الأبيات من سليمان بن شريم رحمة الله عليه ومات المسلمين. وبعد هذه الفقرة نقدم لكم اللغز وتفكرون فيه إن شاء الله. لغز هذه الحلقة أقول فيه: أنا بسألك عن شيء معك بالنور ويباريك، ولا ينفعك حتى لو قصر أو طاب مشوارك. أنا بسألك عن شيء معك بالنور ويباريك، ولا ينفعك لا حتى لو قصر أو طال مشوارك. يغادر لاختفيت من السفر فجأة، ولا يحاكيك هلا يا مرحبا باللي يحل اللغز ويشارك. أنا بسألك عن شيء معك بالنور ويباريك، ولا ينفعك حتى لو قصر أو طال مشوارك. يغادر لاختفيت من السفر فجأة، ولا يحاكيك هلا يا مرحبا باللي يحل اللغز ويشارك. سأعيده قبل نهاية الحلقة إن شاء الله وأخبركم جوابه. بعد هذه الفقرة نقدم لكم سالفة هذه الحلقة. سالفتنا لهذه الحلقة أعزائي المشاهدين هي عن تسمعون يقولون خلوج بالرومي، وخلوج بالرومي لها قصة. والخلوج هي الناقة اللي يموت حوارها أو يعقرون حوارها. والناقة إذا تحزن حزن كبير تأخذ لها أشهر وهي تحن على حوارها إلى ولدها، يعني حوارها إذا قتل أو مات تأخذ سنين وهي تحن عليه. وبالرومي هذا رجل الظاهر أنه كان بدوي وعنده إبل، ولكنه نزل البلاد، نزل البلاد وعنده خلفة ناقة يحلبها لأطفاله ويحبها ويغليها دائما ويعز هذه الناقة. يوم من الأيام هي خيبت أمله، يعني يوم من الأيام كان معه طفل صغير وجاء عندها كأنه يطالعها ويحلبها وما أدري. المهم منها
رمحت كذا ما ادري ايش حست به، ورمحت برجلها وضربت الطفل ومات. مات الطفل في نفس اللحظة. فحزن هو وتأثر، ونوى في خاطره اني انا اجازيها هذا الناقة انا مثل ما قطعت قلبي بهذا الطفل وقتلته انا ساجازيها واحزنها. جاب حوارها، عندها حوار يمكن الحوار حول 3 شهور او كذا، جابه قدامها وعقره وذبحها قدامها وهي تشوف، وقامت تحن. خذت لها يمكن 3 شهور او 4 شهور وهي تحن ليلها كلها ما تمسي من الحنين، حزنا على حوارها. يقول حتى عيونها تدمع، الناقه اذا حزنت كانها تحزن اكثر من الانسان. ولا اكفى هذا الحوار، القحت وجابت له حوارا ثاني. يوم جاء حول 3 شهور ايضا جابه قدامها وعقره وانحره وذبح الحوار، وحنت خلها اكثر من 3 شهور ونست والقحت، وجابت الثالث. ويوم خلى 3 شهور جاء بعقره، يوم شافتها جايب سكينه بعقره جات وبركت على الحوار وماتت وهي عليه. وقيل انها عقب ما ماتت عقروها لقوا كبدها متفتفته مثل حب القهوه الناضج، يعني مثل حبه الشعير. فقالوا شعراء كثيرين على الناقه بالرومي، ويقول احد الشعراء: يا ونة ونيتها يا ابن نصار. هذا الشاعر فهاد ابن مسعر العاصمي القحطاني يقول: يا ونة ونيتها يا ابن نصار، ما ونها مثلي خلوج بالرومي، كني من الفرقة على كير بيطار، شبوبه أرطى واستاد مهمومي. هذه أبيات إلى أن قال: يا وينهم ربعي هل الكيف والكار اللي عليهم دارجة علومي. يحن على ربعه قال هذه الأبيات، قصيدة طويلة اخترت منها هذه الأبيات. قدم لكم بعد هذه السالفة لقاء هذه الحلقة. لقانا أعزائي المشاهدين اللي محضرين لكم في هذه الحلقة لأحد شعرانا عندنا في قطر، واللقاء أجريته أكثر من 25 سنة، وهو الشاعر أحمد المرزوقي. نشاهد اللقاء وإن شاء الله أنه يحوز على رضاكم. أعزائي المشاهدين، باسمكم نرحب بشاعرنا الشاعر عبد الرزاق المرزوقي. الله يحييك يا أبو عبد الرزاق. أهلا وسهلا، حياك الله. طال عمرك، احنا سعداء والمشاهدين بحضورك معنا، واخذناك من مكانك ونتحدث معك للمشاهدين عن القصيد وعن الماضي. الله يحييك. طال عمرك، ما ادري انت من زمان تكتب الشعر؟ انت من زمان وانت تكتب الشعر تقوله؟ يوم عمري 15 سنة. الله يسلمك. من عمرك 15 سنة؟ نعم، يوم عمري 15 سنة. واظنك ركبت الغوص وقاسيت السنين الماضية وهذه اللي عندنا. عندنا غوص وعندنا طواشة. اي. ما دشيت الغوص، دشيت طواشة. طواشة. طواشة، نعم. والغوص والطواشة نفس الشيء يعني. يلحقكم تعب في ذلك السنين. نعم. تتعبون. اي، في تعب وفي راحة في بعض الأوقات، مو باستمرار يعني. اي. البحر مثلك عارف، في تعب. في تعب. اي نعم، وفي مشاكل. اي، تبعدون من تبطون من البلاد بالنسبه للطواش وما طواش مع الطواش. الطواش ما يطول، 15 يوم 20 يوم ويعود. اما الغواص ياخذ شهر ونص ويرجع ويعود. زين، طال عمرك احنا بنكمل معاك الحديث، لكن قبل لا نتحدث نبي، انت عندك قصيده اظنها وطنيه وفي الدار، او شيله من الشيلات، نقدمها للاخوان المشاهدين ونتحدث الشيله. قال: منه بداب الجيل والقافي شاعر يبدع الشيلات مضمونه، شيخنا ابو حمد يا مكرم اللافي، حاكم الدار والعالم يودونه، مرضي الناس وجوده طايل وافي،
عزها الله لنا والرب في عونه، مثل حر تعلى فوق مشرافي بالشجاعة وبالناموس يطرونه. هو حمانا درانا درعنا الضافي، ما يهاب العدو واللي يعادونه. ثم صلوا على المختار ما طافي، ساعي مثل الحرم واللي يطوفونه. اللهم صل عليه وسلم ولا يهينك ويصح لسانك. زين طال عمرك انت قصيدك النشيد اللي عندك هذا جامعه كله تسوي ديوان ان شاء الله في المستقبل ولا؟ ان شاء الله بسوي ديوان في المستقبل. ايه وفعلا جاني عبد الله علي بن فياض. ايه علي بن عبد الله الفياض. ايه علي بن عبد الله الفياض يعني هناك في المكتب. ايه وقال لي جيني على الاشعار اللي عندك كلها ولف، وان شاء الله فربما نولف لك كتاب يعني. ايه سوي لك كتاب. والله هذه بادره طيبه منهم ون... والله قالوا لي اهو وعلي المناحي علي بن شبيب علي الشبيب المناحي. اي هذا من مركز القراءة هناك وشافوا القصائد مالهم مالي قالوا له بس زينه ويمكن نولف لك كتاب. اي ايه وخذوا القصيد عندهم. وخذوا القصيد عندهم نعم. ايه هذا بادره طيبه. وبعض القصيد بعد ما اعطيتهم اياه باقي عندي. ايه خذوا الكثير منه. اي نعم خذوا الكثير منهم. ايه وقالوا بعد لو بغينا ان شاء الله بنراجعك. ايه والله العيال هذول مجتهدين وبلدنا ما تقصر. لا باس بهم. نعم وان شاء الله باذن الله نحن نشوف ديوانك ودواوين من كثير. ان شاء الله التوفيق للجميع باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. فيه طال عمرك نصيحه عندك. ايه؟ النصيحه هذه القصيده الفوقيه اي نسمعها طال عمرك. يقول يا الله اني استعن بك يا عليم وارتجي منك النجاه من العذاب، جل شانك ربنا رب كريم رافع سبع السماوات الصعاب، كل سماء في مكانه مستقيم والنجوم مسخرات والسحاب، ربنا خيره على عبده مديم من غلق باب انفتح له ألف باب، يا ولي العرش وانت ابنا عليم خلنا نمشي على درب الصواب، نستجير برحمتك وانت الرحيم في نهار الحشر في يوم الحساب، صلوا على المختار ما هب النسيم ما كتب خط وما رد الجواب. وما رد الجواب. نعم. الله لا يهينك ويصح لسانك. طال عمرك السنين الماضية في السنين اللي مضت كان العرب الأول يلحقهم تعب ولحقهم قصة خاصة عقب الحرب العالمية الثانية والغوص. نعم. ما أدري شلون عاشوا الناس. تين السنين رخاء وسنين شدة، أما في الحرب العالمية الثانية كلهم الناس تعبوا في كل مكان. أي نعم لحقكم تعب ولحقكم شيء لحقكم قصى. نعم لحقكم نعم تعب. نعم. يعني اي لحق لتعب وعقب ان الله فرجها. وعقب الله فرجها. هذا عقب اول كان يوم كان الغوص شلون انتم قبل ما يعني مستانسين؟ اول كان هو الغوص عندنا اول وثاني. اي في ذاك الوقت يعني. اي قبل سلمك الله ما صار الحرب. اي كان كيس العيش عندنا سبع ربيات ونص. اي ومن بعد ما بلش الحرب انتهى الحرب مرة ثانية يعني صار الحرب جاي عندنا بالشكل وانتهى الحرب. ايه كل شيء صعد فوق غلط يعني الغلط يوم بدأ الحرب. يوم بدأ الحرب غلط المعيش. غلط المعيش وكل شيء صار ارتفع. ايه اي نعم. زين حط جات البطاقة سموها البطاقة وما ادري وين تقول حطوا لنا بطاقة وحطوا لنا اشي وغيره. ايه هذا انا قلت فيه والله قايلها من 45 سنة ما ادري متى احفظ منها بعض الشيء. انزين نسمعها القصيدة. القصيدة عن حديث انا ترجم الكلام كله. يقول قلت انا جيل جديدي للاغارب والبعيدي واستصيخوا يا عبيدي وارجعوا الشكوى زتات، أول جتنا مسايل الغلاء سوى دلايل كل جنس قال قايل العشر وصل مئات، ضاعت أفكار الفغارة لعزوهم ذا النصارى وفقروهم ذا التجارة في البياعة والإشرات، الفقير لي قال ماله رد بيشاور عياله البطن يبغي عباله والهدوم شققات، كيف نفعل يا عيالي قالوا بيع الزوالي لا تخلي البطن خالي لازم نبقي مقات، يوم قدر ذا أكلهم راح ولع يا لمهم أخبروها اللي تضمهم تمخدوها بخدعات، اسلبوا منها الخشرة المراري والمقرة خلوا الوالدة بقرة صوغها رايح فوات، عجلوا به للمحرج قالوا بيعه ونتفرج همنا نبغي نخرج ثر تمينا عرات، راح باعه بالدراهم ثم قود وغطاهم قال ابغي الحق لازم لجل قطعت الاصوات،
تمقطوا الدلال ماله نال منهم ذا مناله وهم تموا في نكاله بالحكي والاجتماد. راق واحد جاب خيشه للأهل يبغي معيشه اشترى وانكت عيشه تم يصفق بخسرات. الأهل جو ينشدونه عن العيش اللي يبونه قال هو لا تنطرونه فالرمل روح فوات. قالوا هذه كسيره لكن ارجع هات ميره خمس رطيلي وقصيره اخذ لمي يشتر زتات. راح في السوق يتشرع جاك للتاجر وتمره قال بشري منك عشره من قليل الطيبات. قال له في كم بعته قال القله بسته ومن بعد زادت بسته ورايحه في العشرات. الرجل صفق يمينه بأسن بهذا السنينه الغلاء زايد علينا مرتفع في درجات. جاك بيسوم التساوي قال الوار في كم ساوي قال له في الخمسناوي وصل سبع مدورات. قال بشري منك تسوه قال في 16 تسوى قال باربعة عشر طوه واخذ بيزاتك زتات. صاحب الدكان كرف قال روح لا توجف للثمن ما هو يصرف سندرتي بهذرات. تملك الفقير حاير ما يعرف وين هو ساير يفتكر ينشد التاير وين وطور الماضيات. اين دنيا شرقتنا بالفسق فيها لعبنا وطيب الماكول كلنا عيش باللم في قطمات. وين هذاك الزماني وين دولاك الاخواني والاغارب والعواني كلهم ولوا شتات. ولت الخيرات معهم والشراقات اتبعتهم وانتمينا بعدهم في مشقة وحسرات. أولا كن في شراقة والتسلي والفراقة ومن بعد جتنا بطاقة بالحيل والمنكرات. ومن عقبهم حضرونا واجمعونا واحسبونا في القراطيس اكتبونا من رجال وحرمات. ومن بعد جانا المعاشي الدرى وحبت الخياشي الدخن وشعير لاشي ثم قالوا مطعمات. اشتريناه بقهرا واجبرونا به جبرا الدخن والدرى هبدا ما وراها منفعات. ما يسرنا في الطباخي وانكليته له مناخي في البطن ينفخ نفاخي له روية وعقصات. هذه أفعال البطاقة جعلها تقطع قطاعة وتنثبر عنا بساعة ترخدتنا بالطغات. كم شخص كشكلت به وكم رجل خولت به واعتست به وركست به واخضعت به بخضعات. ومن بعد سمعوا كلامي البطاقة خلق خامي وتشيت مع وطي الحمامي مع رناق مخلطات. الوكيل بسط يبيعه وحاط يضرع له ربيعه وحنجينا في سريعه نشتري من خلقات. وسلامتك. وانت سالم فيها طال عمرك الوكره ما ادري ايش قلت عن الوكره. الوكره تستوي الوكره مدينه وتكثر التجار فينا والمراكب تعتنينا من الهند بشحنات. جالبه من كل نمونه خلق طيب يلبسونه شكر والشاي يشربونه والقهاوي مخيشات. وفرضه عوده ذليه في وسطها قيصريه سوق حق الجوهريه للحصاب شاريات. هذه من ومن بعد أهدي سلامي ايه؟ للشيخ بن الكرامي سعود لشتد الزحامي ظهرنا في المعركات. سعود بن عبد الرحمن الله يرحمه. هذه منوة والمنوة إن شاء الله تحققت لله الحمد. نعم تحققت لله الحمد ولله الحمد في نعمة وفي خير وفي معيشة. نعم. والله يديم الأمن علينا بإذن الله تعالى. طال عمرك احنا أنت تشاهد برنامج تشاهد التلفزيون وتشوف اللي احنا نقدمه في التلفزيون. فحن دائما اللي نستضيفه نعطيه هدية يعني نقدم له يطلب. في عندنا الربابة وعندنا القصة والأبيات وعندنا الغنى على العود وعندنا ما أدري إيش تبغينا نقدم لك أو نقدمه للمشاهدين باسمك. والله أحب عندنا المحاورة أغنية الفنان إيه الصقر صالح إيه يوم يقول ليش البنات حلوين حلوين البدو. انا اشهد ان البدو حلوين حلوين انا اشهد ان البدو حلوين حلوين اي نعم. هذه ان شاء الله نقدمها باذن الله للمشاهدين من بناء على طلب الشاعر عبد الرزاق بن حسن المرزوقي. وانا اشهد ان البدو حلوين حلوين وخفه الشمس ودتهم حلاوه عشرتهم وانا اشهد ان البدو حلوين حلوين
زادتهم حلاوة، عشرتهم الحلوة على الراس والعين، محلى مرابحهم وديك الضراوة. عشرتهم الحلوة على الراس والعين، محلى مرابحهم وديك الضراوة. لغز هذه الحلقة أقول فيه أنا بسألك عن شيء معك بالنور ويباريك، ولا ينفعك حتى لو قصر أو طال مشوارك، يغادر لاختفيت من السفر. السفر هو النور، مو بالسفر اللي يسافرون يعني. يغادر لاختفيت من السفر فجأة ولا يحاكيك، هلا يا مرحبا من اللي يحل اللغز ويشارك. هو اللغز هو الظل، الظل دامك في النور يباريك، لكن لو اختفى النور ما شفت الظل، وهذا
جواب لغزنا. أتمنى إن شاء الله أن نال إعجابكم ورضاكم. لنا معكم لقاء في الحلقة القادمة. شكرا وإلى اللقاء. جنرال